يعني شوفها كده بيد حمراء كده، بحيث ان هو بيقفل بيطلع الهواء بنسبه كبيره بنسبه صغيره على حسب احتياجه للايه؟ للهواء ده. لكن في المصانع لو انا عندي مصنع وخط الانتاج كله شغال نيوماتيك، فالكلام ده مش هينفع بقى امسك محبس اقفل وافتح فيه، فهو بيكون هذا الاليمنتس او هذا العنصر هو اللي بينظم لي عمليه ضغط الهواء بناء على الايه؟ الاحمال اللي موجوده داخل الايه؟ داخل اللود او داخل خط الانتاج بتاعي. ثم اخر شيء هو المؤين، ماشي، بعض الناس يقوله الاويلر، بعض الناس يسموه المزيت، ماشي. هذا المزيت هو بيحط كميه بسيطه من الزيت، ماشي، داخل الايه؟ على الهواء، بحيث الهواء يدخل المواسير ينزلق جوه الايه؟ جوه الماسوره، الهواء بضغط عالي وبسرعه عاليه، فممكن يعمل اريشن. اريشن يعني ايه؟ تآكل، يعمل تآكل داخل المواسير، خلاص. وده احنا بنشوفها مثلا واحد يقول لك انا عايز انظف الموتور بتاعي، عند الجماعه بتاع المغاسل بتاع العربيات، ماشي، يقول لك انا عايز اعمل ايه؟ اغسل العربيه او اغسل الموتور. طبعا بعض العربيات ما ينفعش ان انا اغسل بالميه الموتور بالذات، فبيضطر ان هو بايه؟ بينظفه بالهواء. فطبعا قوه ضغط الهواء بتشيل الايه؟ الشحومات اللي بتبقى موجوده على جسم الايه؟ الموتور من بره. فتخيل بقى ضغط الهواء بيبقى بيعمل اريشن، بيعمل تآكل للايه؟ لاي معدن ممكن ايه؟ ممكن يطبق عليه. وقلنا امثله كتير قوي، ممكن لو رحنا مصنع كريستال عصفور اللي هو في سوبر الخيمه ده، هل ماكينات سي ان سي باستخدام الووتر جيت. ووتر جيت يعني ايه؟ صاروخ ميه. شوف بقى الميه بتقطع الحديد، يعني تخيلوا بقى الميه نفسها بتقطع الحديد، فدي بيسموها ووتر جيت سي ان سي. وبالتالي انا لازم احط قدر قليل من الزيت داخل المواسير، او احمل الهواء بقدر قليل من الزيت، بحيث يبقى ايه؟ يبقى الفلو بتاع الهواء داخل المواسير بايه؟ سموزلي، ناعم كده بدون اي احتكاك، وبالتالي لا افقد الماسوره نفسها، وفي نفس الوقت موضوع الاحتكاك ده بيسخن الايه؟ المواسير. يعني انا لو مسكت ماسوره ضغط هواء، ماشي، هلاقيها سخنه. طب منين يا جماعه السخونيه ديت؟ ناتجه من احتكاك الهواء بالمواسير الايه؟ بالمواسير الداخليه للايه؟ للجدار الداخلي للمواسير اللي هو بيمشي فيها. طبعا اتكلمنا برضو على جزء، طبعا الثلاثة دول هي يونت واحدة بتتحط بعد الكمبريسور، بحيث هو بيعمل كنترول على الهواء اللي خارج من التانك، وبالتالي بيقدر يزود او يقلل، يشحم او ما يشحمش، يزيل الرطوبة او ما يشيل او ما يزيلش، وهكذا. ثم اتكلمنا على الفالفات، ماشي، وقلنا في اكتر من نوع للفالف، وفي حاجة اسمها اكس على واي. الفالف دايما بيسموها ايه؟ صمامات الهواء المضغوط دايما بتكون معرفة بحاجتين، معرفة هاو ميني انبوتس، مش هاو ميني انبوتس، هاو ميني كونكشن، يعني كم عدد التوصيلات اللي انا ممكن اوصلها لمين؟ لهذا الفالف، هذا الصمام. انا هوصل مثلا واحد هواء داخل واثنين هواء خارج، يبقى كم وصلة كده؟ ثلاثة. طيب وعادة أي سويتش، أي فالف، هو يا إما مفتوح يا إما مقفول، يا إما بيمرر هواء في ناحية يا إما مش بيمرر هواء في ناحية، ماشي. وبالتالي دائما وأبدا هل معظم الفالفات وإن كان كلها هي البوزيشنز أو السويتشنج بوزيشن، يعني حالة الفتح بتاعتها، هم وضعين يا فاتح يا إيه؟ يا مش فاتح. لكن الإنبوتس بتاعي أو الوصلات اللي أنا بوصلها للفالف ممكن تبقى اثنين، واحد داخل واحد خارج، ده الفالفات العادية. ممكن يبقى ثلاثة، واحد داخل واثنين خارجين، بحيث أنا ببدل إيه؟ ببدل الهواء يمين، ببدل الهواء إيه؟ شمال. ممكن يكون مثلا أربعة، ماشي، ممكن يكون خمسة، وبالتالي أنا بعرف الفالف بتاعي هاو ميني كونكشن على هاو ميني سويتشنج بوزيشن، أو كم عدد اوضاع الفتح والقفل بتاعتي.
فهو عاده الرقم ده بيكون 2، لكن الكونكشن ممكن يكون 3، ممكن يكون 2، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 5، على حسب الايه، على حسب الفالف بتاعك. هتلاقي هنا 5 على 2 زي ما احنا